بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان الفيديو عن إنشاء مزرعة أرانب مميزة. طبعا ده تلبية لرغبة أحد متابعين قناتي هذه. أهم شيء في تربية الأرانب هو المواصفات الفنية لبيئة تربية الأرانب، حيث تكون فيها الأرانب في الحبس بالأقفاص شتاء أو صيفا. وبيئة التربية في هذه الحالة تتمثل في عنبر التربية الذي من الأهمية فيه مراعاة المواصفات المشار إليها عليه، ويمكن توضيحها في الآتي، علما بأنه أي تقصير فيها أو عدم مراعاتها ينتج عنه أضرار في الإنتاج. هذا شق، ولا يغفل الشق الأساسي قبل ذلك المتمثل في المعرفة العلمية المبسطة عن تربية الأرانب، وأيضا التراخي في عدم المعرفة أو عدم اكتسابها يؤدي لأضرار، حيث كل منهما مكمل للآخر، والتهاون في أي بند منهم قد يكون مسببا للضرر. فعلى صاحب المشروع أن يراعي الآتي ملاحظات واجبة قبل البدء في إنشاء المزرعة. إيه الملاحظات دي؟ نمرة واحد، اختيار المكان ليكون مناسب من حيث توافر البنية التحتية من وجود الطرق والمياه والكهرباء والأمن. تاني حاجة، العمل على الحصول على ترخيص بإنشائها من الإدارة الزراعية التابع لها المكان. ثالث حاجة، البناء على مساحتها تبعا للإمكانيات المتاحة لديه. يفضل أن يصمم العنبر بصورة طولية مشابهة لعنبر الدجاج من الخارج، فقط أي مساحة مثلا 50 في 50 طول في 10 متر عرض. وممكن تقل المساحة حسب الظروف المادية لديه. وأهمية مواصفات العنبر تيجي من حيث الارتفاع للعنبر ونوع السقف وشبابيك التهوية، وبالمناسبة ولمعالجة تخفيض درجات الحرارة في الصيف أقترح وبعدم مسؤوليتي عن ذلك تركيب المبردات الصحراوية. تركيب المبردات الصحراوية بطريقة فنية تحول دون تبريد الأرانب بتيارات هواء مباشرة عليهم، وطبقا لقوة المبرد وكم يغطي من مساحة العنبر ليعلم المربي كم مبرد يلزم له، مع الأخذ في الاعتبار تأثيره من الناحية الاقتصادية وما يلزمه من تنظيم ذلك بواسطة تأثير تايمر لتضبيط التشغيل. الخطوة الهامة جدا هنا نمرة 4، كيفية الصرف للبطاريات، بحيث يكون الصرف بصفة دائمة لخارج العنبر، خاصة للبول الذي هو مصدر الأمونيا، ولمياه غسيل الأرضية وخالي من الزبل. وهناك طريقتان حسب الإمكانيات واستطاعة تنفيذ أي منهم. الطريقة الأولى طريقة الصرف والكسح الأوتوماتيكي
أي طرح الأوتوماتيكي وتستخدم في خطوط البطاريات الأفقية مزدوجة الرأس يمين ويسار، أو في نظام الهرمي دورين. يصنع حوض أسفل كل خط ذات أرضية ناعمة وحواجز من الجانبين، وفي أحد أطرافه تثبت كاسحة بسلك واير متصل بموتور سحب ودفع. بمجرد الضغط من خارج العنبر على زر تشغيله يقوم بكسح كل ما بالحوض لخارج العنبر، حيث يصب في حوض خارج العنبر يصفى به الزبل ويصرف البول ومياه الغسيل لمجاري المكان. الطريقة الثانية، عند إنشاء خطوط طولية بالعنبر يجب أن يراعى أن تكون الأرضية بميول متجهة من جانبي العنبر بانخفاض لوسط العنبر يصب في قناة صرف عرضية تأتي من أحد أطراف العنبر الطوليين متجهة للطرف المخصص للإخراج خارج العنبر. خامس حاجة، نأتي بقى لأساسيات البناء للعنبر. فمثلا الجدران تفضل أن تكون من الطوب المفرغ، وكلما كان ارتفاعها عالي كلما كانت أفضل، أي من 4 لـ5 متر تقريبا. السقف يجب أن يكون بميول من الجانبين أو من جانب واحد للجانب الآخر لعدم تأثير مياه الأمطار على السقف وتسربها للداخل. ونوعية السقف، هناك مثلا ألواح الأسبستوس ومثيلها ألواح الصاج، والأفضل سقف البطن المسلح، والأفضل منه لو العنبر كان فوقه دور آخر. في أي من النوعين الأولانيين يفضل دهنهم باللون الأبيض أو الفضي العكس أشعة الشمس والتقليل من تسريبها لداخل العنبر. وشبابيك العنبر تكون، حيث بناء العنبر يجب أن يكون طوله الجانبي مواجه للناحية البحرية، يقابله شبابيك في الناحية القبلية بمقاس حوالي 60 سنتي عرض في 1 متر طول، وتكون قاعدتها أعلى من سقف أعلى قفص حيث نظام البطاريات. يعني لو مثلا نص هرمي 3 أدوار أو هرمي 3 أدوار، يبقى قاعدة الشباك فوق سقف 3 دور، ذلك منعا لحدوث أي تيارات هواء مباشرة على الأرانب. وعلى أن يكون تصميم الفتح من أعلى الشباك والضرفة ركيزتها من أسفل بمفصلات، والفتح يتم من أعلى الضرفة التي يتم التحكم فيها بسلسلة تقدر مدى الفتحة حسب تغيير الطقس، وبحيث ألا يقل عدد الشبابيك عن 2 لكل بكية في كل جانب. غرفة الشبابيك تكسى بالنايلون السميك، وحلق الشباك يحتوي على نظام تأميني ضد السرقة، سواء بشبكات طولية مدعمة بعرضية أو بشبابيك حديدية مصنعة زائد طبقة أخرى من سلك الشبك الصلب البقلاوة المدهون بالبرايمر وذات فتحات لا تدخل الفيران أو الصعابين. لو الإمكانيات تسمح يمكن زراعة أشجار النيم، تزرع أمام الشبابيك البحرية والإبلية على بعد حوالي 2 متر لكي لا تعوق التهوية لداخل العنبر،
ولكنها تحد من تواجد الناموس والذباب، وتزرع بأبعاد 3 لـ 4 متر بين كل شجرة والأخرى. تفصيل العنبر من الداخل يقسم لجزئين: جزء لإعاشة المربي أو العامل، ملحق به دورة مياه ومطبخ، زائد جزء كصالة استقبال حيث البيع للموزعين، ويكون به ميزان ديجيتال 30-40 كيلو، زائد أقفاص لتجميع اللحم المراد تنزيله، زائد جزء خاص لتشوين الأعلاف والأدوية وأدوات التنظيف والتطهير وأدوات الصيانة وتشوين بيوت الولادة والتب والنشارة. ثم منه من الداخل باب يؤدي للدخول للعنبر. جزء التربية والإنتاج تحتاج لرص وتنظيم خطوط لكل حالة أمهات بالغة، يعني الذكور، الأمهات الفارغة، زائد خطوط للفطام وخطوط للتسمين وخط للعزل. كل خط له رف لوضع جراك الإمداد مياه الشرب، متصل بمواسير ببزازات لكل عين لكل قفص، ولا بد من وجود برميل بلاستيك للماء عبوة 200 لتر كاحتياطي للطوارئ عند قطع المياه لأي سبب. أخيرا، إذا أعجبك الفيديو اعمل اشتراك ليصلك كل جديد، وتقبله سلامي وتحياتي.